الله عليه وسلم. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة في هذه الكلمة الطيبة التي قدمها لنا فضيلة الشيخ السيد أبو إسماعيل، والإيمان والإسلام ومواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة. فعود طيب مبارك إلى مائدة القرآن الكريم لنعيش ونتعايش في رحاب القرآن الكريم. والإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من القرآن الكريم كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنعطر المكان ونعطر الأذان بآيات الملك الرحيم الرحمن بتلاوة قرآنية مباركة لها علينا فضيلة القارئ الشيخ جمال الجمال. أدعو فضيلته كي يرتقي منصة التلاوة، وأسأل الله العلي القدير أن يفتح عليه فتوح العارفين بالله، وأن يفيض علينا وعليكم بفيضات القرآن الكريم. فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام صدق الله رسوله يا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله
حاضر. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. مقلقين لا
شطأه فآزره
فاستغفر له فاستوي على يغيب الزرواء بيده وبه ملك الدنيا منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.